عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سائلة تقول: هل قدمي المرأة عورة فهل يجب غطاؤهما أثناء الصلاة؟ نعم، المرأة في حال صلاتها يجب عليها أن تستر جسدها كله ما عدا الوجه، فتستر الكفين والقدمين، ومع ذلك لو ظهر القدمان الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأن في المسألة خلافا، فقول عددا من فقهاء الأمة أن ظهورهما لا يبطل الصلاة، إلا أن على المرأة أن تحرص على أن تستر حال صلاتها كفيها وقدميها. نعم. الحمد لله رب العالمين.